قدرنا نسأل الناس إيه الحكمة اللي تعلمتوها من الدنيا وإيه الأغنية اللي ممكن توصفوا بيها حياتكم. تعالوا نشوف الناس قالت إيه. قولي إيه الحكمة اللي تعلمتها من الدنيا؟ إيه اللي بيضحك في دي؟ الحكمة اللي تعلمتها؟ عايزة إيه؟ مش عارف أقولك إيه. إني لازم أبيع بسرعة. إني ما أهتمش بكلام الناس. كم تدين تدين؟ تذاكر تسأل. البرقبه انا ذاكر اروح الامتحان احل وحش. مفيش والله ايه الاجابه يعني. حبيبتي قبل كده خدت برشامه وقعت من على الديسك. برشامه وقعت من على الديسك؟ من على البنش. بنش؟ شفت الديسك في الاول. اتلخبطت ازاي؟ انت اللي بتتلخبطي والله. البرشامه بتوقع مش ما كانت صداع بقى. في حياتي باغنيه كتاب حياتي يا عين ما شفتش زيه كتاب كتاب حزين كله مقاس تقلي في زمان غفر كتاب حياتي يا عين حفظة كتاب حياتي عذاب طب غنيها كده بقى بعرف اغني مش بعرف اغني عايز اعرف الاغنية اغني ليه يا عارف انت الاعلان بتاعت اسيب ورحت حبيته ده اه هو ده بقى يعني ايه بقى رد اسيبه رحت صحيته ده ولا انا اسيبه رحت حبيته قمت صحيت اسيبه هناك لا مش هتبصي هناك وانا من هناك بصي هنا